مليانة بالأماكن العلمية المهمة، ودورنا دايما في مدرستنا ثلاثة ندور على أجمل الأماكن عشان نعرفكم عليها أكتر. وإحنا هنا أمام أحد الأماكن الممتعة جداً، هو مرصد الأطمية الفلكي، وهو اللي بيحتوي على التلسكوب الأكبر في الشرق الأوسط والوطن العربي وشمال أفريقيا. تعالوا بقى نروح ناخد جولة في المكان الجميل والمميز. طبعاً إحنا هنا في غرفة الكنترول بانل أو التحكم في حركة المنظار وأخذ الأرصاد الفلكية للأجرام السماوية المراد دراستها في البحوث الفلكية. طبعاً بيكون عندنا 2 جهاز كمبيوتر متحكمين في التلسكوب، منهم جهاز كمبيوتر في حركة المنظار مع القبة، كمبيوتر تاني بيتحكم في الكاميرا أو يستقبل الفريمز أو الصور المأخوذة للأوبجكت اللي احنا عايزين ندرسه. تلسكوب القطامية الفلكي منذ إنشاؤه في عام 1965 وهو يعمل حتى الآن، كان بداية الأمر إن فيه كنترول بانل بتشتغل أو بتعمل كزراير كده أو سويتش اللي احنا بنشغل بها التلسكوب، وكمان كنا بنشغل قبة التلسكوب وتوجيه المنظار بالكنترول بانل القديمة منذ إنشاء التلسكوب. عندنا طبعا الاستاف أو طاقم الباحثين المهندسين قاموا بتطوير الكنترول بانل إلى نوع من يعني التحكم بالكمبيوترايز أو السوفت وير كمبيوتر نحن نستخدمها على أساس تشغيل التلسكوب والقبة أوتوماتيكلي مع بعض. عندنا التلسكوب التيوب اللي احنا شايفينها فوق، وفي مؤخرة التلسكوب عندنا بتركب المرآة الرئيسية، بعد كده هنا في أجهزة اللي هو الفوتومتر والسبكتروجراف، وراكب عليهم الكاميرا CCD كاميرا أو تشارج كابل ديفايس اللي هي كاميرات الشحن المزدوج اللي احنا بنشحنها بالنيتروجين السائل، ومن ثم بناخد الأرصاد على اللي نستقبلها يعني على شاشات الكمبيوتر المختصة بيه أو متوصلة بيه الكاميرا. حاليا احنا يعني في صدد تطوير المكان، بإذن الله يكون عندنا بلانيتوريوم أو قبة سماوية أو مسرح فلكي طبعا للعامة أو للجمهور المهتم بالعلوم الفلكية.